الو، الو، ايوه. ايوه. مش عارفين مين اقول لكم. انا عارف طبعا ان هم قالوا لي. اسألي، قولي حاجه وانا قولي حاجه مسامحه. انا عارفه ان ازيك، بيها. عامله ايه؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ دعاء الغباشي. ازيك يا دعاء، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والف الف مبروك، ثلاثيه جميله تستحق عليها التكريم وتستحق عليها التحيه. كان نفسنا والله تبقى رباعيه، بس الحمد لله. كلنا كان نفسنا نبقى رباعيه، لكن يعني في النهايه تكريم مهم من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. كابتن، يعني لما اتكلم في الوقت اللي كنتوا بيتم تكريمكم فيه، قال احنا خسرنا بطوله ولكن كسبنا 3 بطولات، وبالتالي ان شاء الله السنه الجايه تكسبوا ال4 بطولات. لسه كانوا الفتيات الذهب اللي موجودين معايا بيتكلموا عن هذا الامر، ان احنا نقدر نكسب ان شاء الله السنه الجايه 4 بطولات ان شاء الله. ايوه، باذن الله ان شاء الله. تعملوا ايه بقى عشان تكسبوا ال4 بطولات يا دعاء؟ يعني والله مش هقدر اقول لحضرتك احنا ما تعبناش السنه دي، عشان هنتعب اكتر السنه الجايه. هي دي اكتر سنه كلنا تعبنا فيها بجد، وكان كل واحده يعني بتيجي على نفسها في حاجات كتير قوي، كل واحده سايبه وراها حاجات كتير قوي ومضحيه بحاجات كتير قوي عشان تبقى يعني قد المسؤوليه. يعني احنا تعبنا بجد، بس السنه اللي جايه احنا هنتعلم من اخطاء السنه دي، وهنفضل برضو مكملين تمرين زي السنة دي، بس هنتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها السنة دي. زي مثلا إن احنا ما نستهترش، حتى لو احنا 24-0 عادي، هم لسه عندهم أمل إن هم يجيبوا 24، برافو عليكي. واحنا لسه برضو ما خلصناش الماتش. فدايما نتعلم من الأخطاء، إن احنا ما نحتفلش بدري أيا كان السكور ده حاجة على جنب. احنا ما بنعتمدش غير حاجة واحدة بس، صفارة الحكم في آخر الماتش. فدي الحاجة اللي يمكن الحاجة دي اللي السنة دي كانت بتنقصنا شوية، حتى بعد ما كسبنا أول ماتش فريق الزمالك في نهائي الدوري. كسبنا أول ماتش 3-0 بسهولة جدا، فاحنا خلاص جايين تاني ماتش احنا هنكسب الماتش ده، زي احنا كسبنا 3-0. فيعني لو الماتش بقى صعب هنكسبه 3-2 3-1. فجينا تاني يوم برضو عندنا نفس الحاجة، اللي هو احنا كسبنا الفرقة دي فخلاص بقى نازلين هنكسب بقى تاني عادي. لا، هو مش عادي، هو لازم نتعب عشان نحس بطعم المكسب ده، ولازم لازم ما نركزش مع السكور، نركز في الاخر مع صفارة الحكم. وهو في الاول وفي الاخر برضو توفيق ربنا، طبعا يعني ده اهم حاجة. هو اليوم ده مع رأيي اليوم ده ما كانش بتاعنا، او الماتش ده ما كانش بتاعنا، ولو اتعاد مرة واثنين وعشرة مش هيحصل اللي حصل ده تاني. صحيح. انا عايز اسالكم انتوا الاربعه، اصعب ماتش ليكوا السنه دي كان ايه؟ ايه يا خالد، قولي لي اصعب ماتش ليكوا ايه السنه دي؟ اكيد الفاينل الافريقيا، وبرده الماتش الصعب بالنسبه لي الماتش اللي احنا لعبناه بعد الخساره من الزمالك في الدوري. برده الماتش اللي بعديه ده كان صعب جدا. احنا خسرانين 3-0، فاحنا كنا راجعين الماتش ده حياة أموت. احنا لازم هنطلع كل اللي عندنا، عشان ده مش مستوانا. احنا هنقدر نكسب الفرقة دي عادي، وكسبناهم في الأول ماتش 3-0. في الأول وفي الآخر، اللي في النص هو اللي وقع بس. فده مش احنا، مش مستوانا، واحنا كنا خارجين متضايقين من الماتش ده. فالماتش اللي بعده كان صعب نفسيا عشان احنا مغلوبين. تقدروا ترجعوا تاني بالظبط. دعاء، أنت أنهي ماتش بالنسبة لك كان، أو أنهي بطولة الأقرب ليكي السنة دي؟ أفريقيا طبعا. أفريقيا برضه. طبعا طبعا، عشان هي الاقرب، عشان احنا ما خدناهاش. بس برضو يعني اصعب ماتش بالنسبه لي بصراحه كان ماتش السوبر. ماتش السوبر عشان ده كان يعني ماتش اللي يكسبه هو اللي يدخل، يعني هو اللي ياخد السوبر. فبالنسبه لنا دي اول مره نلعبهم في السنه، فاحنا برضو مش عارفين هم اتغيروا عن السنه اللي فاتت ولا لا. احنا برضو في ناس مختلفه ما كانتش موجوده معانا السنه اللي فاتت، فده كان اول لقاء بيننا وبينهم، اللي هو خلص 3-2 ده في السوبر. ده برضو كان اصعب ماتش بالنسبه لي مع الزمالك، يعني هو كان اصعب من الماتش اللي احنا خسرناه. الماتش اللي احنا خسرناه كان سهل. الماتش اللي احنا خسرناه كان سهل. بصراحه متحصلين زياده يعني، ولا انت متضايقين بصراحه؟ يعني احنا لما بجد ضايقينها ده بجد. احنا لما بنعيد الماتش احنا ما خسرناش عشان لسه لعب، كانوا او بيقولوا عشان لسه كنت بتقولوا كده. اتفضلي يا دعاء كملي. احنا حتى لما بنتفرج على الماتش مش بنقول ان احنا خسرنا بسبب ان احنا ان هم كانوا كويسين واحنا لعبنا وحش، او
او ان الماتش كان صعب، لا احنا خسرنا سوء توفيق. اوكي ساره، بالنسبه لك برضو ايه الاصعب، ايه الاقرب ليكي البطوله؟ طبعا برضو ماتش السوبر، هم ثلاث ماتشات فعلا اللي ايه قالت عليهم دعاء، اللي هو السوبر، ماتش السوبر ده اللي هو كان اول مواجهه بيننا وبين الزمالك. اوكي كان اللي هو اللي يكسب يفرض سيطرته بقى في الفتره اللي بعد كده، في السيزون بقى خلاص. أوكي. يعني كان ماتش مش سهل، برضو كسبنا 3-2، كانش ماتش سهل خالص، بس قدرنا ان احنا الحمد لله ان احنا نعدي الماتش ده عشان نقدر نكسب. طبعا ماتش الدوري الاخير كنا تحت ضغط ان هو ماتش خلاص فاينل، ما فيش هزار فيه. لسه مغلوبين 3-0 ولسه كاسبين 3-0، فماتش طبعا احنا مش عارفين هنعمل ايه اللي حصل نفكر في ايه بالظبط. بس فلا كان برضو المواجهه دي مش سهله، وطبعا الفاينل زي ما دعاء قالت برضو هي كان ماتش سهل في ايدينا، خلاص احنا بنكسب واحنا بنحتفل. مفيش خلاص حد حاطط في دماغه، ناس طلعت من الصاله خلاص احنا كسبانين، احنا مفيش حد. ودي المشكله. دعاء اخيرا لو عايزه تقولي لزميلاتك اي حاجه. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحافظ على فرقتنا السنه اللي جايه، وباذن الله نقدر نحقق الرباعيه باذن الله السنه اللي جايه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دعاء الغباشي.